السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم سادتنا المشاهدين، مشاهدي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، وإلى هذه الحلقة والتغطية الخاصة من اليمن. سادتنا المشاهدين، في هذه الحلقة سنسلط الضوء برفقتكم حول موضوع الأعراس الشعبية اليمنية التقليدية، وهذه المرة سنسلط الضوء بشكل أكبر حول مبادرة صنعاء الخيرية والتي أقامتها برعاية وإدارة من حركة أنصار الله، وذلك من خلال عرس جماعي ضم 10,000 عريس من مختلف المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة وحكم مجلس السياسي الأعلى بقيادة أنصار الله، وذلك من خلال تزويجهم على مراحل عدة. نتعرف على تفاصيل هذا العرس الجماعي ونرصد لكم ما رصدته كاميرا قناة الأيام في إحدى المحافظات وتفاصيل إحياء هذا العرس والعادات الشعبية اليمنية في إحيائه. لكن قبل الخوض في كل هذه التفاصيل، اسمحوا لي برفقتكم أن نبقى مع هذا الفاصل القصير، نعود بعده فكونوا بالقرب. يا طرف جو السماح الله مشارف مع العرسان وتظن ما زفهم بغيات ملحونة، هنو عرس الشعب هنونة، شعب اليمن يهناه ما قدم سلم زكاة المال وتكرم وشاهد المحصان بعيونه، هنوه هنونة قضوا على عدوان ما يرحم ثامن سنة مالان واستسلم لأفكاره الدماء وملعونة، هنوه هنونة وجيالنا بالواعي ما تهزم تبنى وتتحصن وتتقدم ما عادها للغرب مرهونة، هنو عرس الشعب هنونة والمهضية للكيف وهل الكم ما هو على الدينار والدرهم دايم تبيعونا وتشغونا، هنو عرس الشعب هنونة سبحان من علم بني آدم وانزل علينا في الهدى المحكم قادم في قوم ما تحبونه، هنوه هنونة من قدم الأحسان ما يندم يلقى الجزاء في البدع والمختم وجنة الرحمن مضمونة، هنوه هنونة والله يحيي ما بنا وسام الهيئة اللي عونها مغنم على زكاة المال مأمونة، هنو عرس الشعب هنونة يطير في جو السماء ومشارف مع العرسان وترنم وزفهم بغيات ملحونة، هنو عرس الشعب هنونة شعب اليمن يهناه ما قدم سلم زكاة المال وتكرم وشاهد المحصان بعيونه، هنوه هنونة قضوا على عدوان ما يرحم ثامن سنة مالان واستسلم لأفكاره الدماء. Yeah.
الزكاة اليوم صارت هي الركن الركين في مصارف هاتي حقك لنا الخير الكثير تكفى للأيتام تسعد ذوي العسر الحزين ضمم الأعراس لجنة المجاهد والفقير يا رجال الخير كونوا لها الحسن الحصين إن تؤدوا تنالوا السعادة والنعيم لكم تسعد دنيا ودين ويباركها ويعطيكم الله الكريم نبض روحي يا بلادي وسمعي والبصر صالش البري وزادي بارك الله وسقم يا أهل المساعي زانا والحال انصرف بالتهاني فشلوا تسلمونا يا هني وضا ولا وصلتي من حبنا بأفضل من ح مشرف عام المحافظة الإخوة وكلاء المحافظة الإخوة أعضاء مجلسي النواب والشورى القيادات الأمنية والعسكرية الإخوة مدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية والمكاتب الإشرافية الإخوة مدراء المديريات الحاضرون جميعا كل باسمه وصفته أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المهرجان العرائسي المبارك والممنون ونتوجه على وجه الخصوص في هذه الفعالية إلى العرسان الأعزاء لنزف إليهم أسمى آيات التهاني والتبريكات مصحوبة بأجمل الأمنيات والدعوات فبارك الله لهم ورزقهم الذرية الطيبة. أيها الحفل الكريم بادئ ذي بدء نستهل حفلنا المبارك بخير الكلام وأصدق القول والحديث مستمعين منصتين رجاء رحمة الله رب العالمين وامتثالاً لأمره في قوله عز من قائل حكيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون حيث يتلو على مسامعنا القارئ القاضي أحمد المجاهد ما تيسر من آي الذكر الحكيم فليتفضل إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نبارك لإخواننا العرسان هذا العرس الجماعي الكبير ونتقدم بالشكر والتقدير لهيئة الزكاة التي عملت بكل جهد من أجل استيفاء هذا الفرض الذي يعتبر من أركان الإسلام الخمسة سواء فيما يتعلق بأخذ الزكاة
أو فيما يتعلق بصرفها في مصارفها. فاليوم الحمد لله أيها الأخوة الكرام بتنا نرى أثر الزكاة، وهذا الشيء لم يكن موجودا في السابق، لم يكن أحد يرى أثر الزكاة. والزكاة هي فريضة مهمة، وينبغي علينا أن ندرك بأن المزكي هو أول المستفيدين من الزكاة وليس من يستحق الزكاة، لأنها تزكية للنفس، تزكية للمال، فيها بركة كبيرة لمن يؤدي هذا الفرض. وفي مرحلة سابقة أيها الأخوة الكرام كان هناك اهتمام بكل الفروض من صلاة وصيام وحج وغيرها، لكن كنا نعتبر ايش؟ انه الزكاة انه اصبحت جزء من الماضي، وتركنا فرض من الفروض المهمة والتي لها أثر كبير في المجتمع. فالكثير من مشاكلنا ومن مشاكلنا السابقة والتي لا زلنا نعاني منها حتى اليوم هو أننا أهملنا هذه الفريضة. نحمد الله أيها الأخوة أن هذه الأعراس وهذه الأفراح اليوم بعرسكم تأتي بالتزامن مع أفراح النصر وبشائر النصر. فرغم الظروف التي يعيشها الشعب اليمني من عدوان وحصار، إلا أنه الوضع في المناطق الخاضعة لسلطة صنعاء أفضل بكثير. اليوم أيها الأخوة الكرام كل أولئك الذين استدعوا العدوان على بلدهم أصبح الكثير منهم محتجز في الرياض وأبو ظبي. فمن أجل أن تفرض السعودية سلطة مخبرها الجديد رشاد العليمي تقوم باحتجاز هادي، تقوم باحتجاز علي محسن، تقوم باحتجاز عيدروس الزبيدي وغيرهم من القيادات الصغيرة سواء عسكرية أو سياسية أو حتى قبلية، ومنهم أمين العكيمي. لاحظوا أيها الأخوة، أولئك الذين استدعوا العدوان من أجل مصالحهم الضيقة اليوم محتجزين. واليوم تعمل السعودية ومن وراءها أمريكا وبريطانيا لفرض سلطة من مخبرهم رشاد العليمي. أولئك الذين وقفوا مع العدوان مع دول العدوان اليوم في سجونهم، ونحن اليوم أيها الأخوة نعيش في عزة وكرامة ونعيش أفراحكم. وإن شاء الله أيها الأخوة هذا العرس الجماعي بيكون فيه بركة كبيرة جدا، لأن هيئة الزكاة اهتمت بالمعدمين، وهذا دليل على أن القيادة التي تقود اليوم اليمن اليوم تستشعر احتياجات الناس. فلو قيمنا المبالغ التي تدفع لكل عريس في مفهوم الناس اللي هم ما لهم شيء بيجدوها بسيطة، لكنها أكملت لهم الدين. والكثير من الناس ما كان يستشعر انه واحد مشكلته هي هذا المبالغ ايش البسيطة،
كان من يحكمون البلاد ما كان عندهم شعور باحتياج الناس. ورغم أيها الأخوة أنه عدد العرسان كبير 10,000، إلا أن هذه هي البداية. إن شاء الله بيكون في الأعوام القادمة الأعداد أكبر، وعندما يتحقق النصر ستهتم الدولة بكل مؤسساتها بما في ذلك هيئة الزكاة، ليس فقط بمساعدة الشباب على الزواج، وإنما أيضا بإيجاد فرص العمل لهم، لأنه طالما وأن القيادة تستشعر هموم المواطنين فمعنى أن المستقبل مستقبل زاهر. فلذلك أيها الأخوة، لا أحد يستصغر هذا العمل. البعض بيعترض على مثل هذه الخطوة ويقول لك زوجتوهم لكن من بيصرف عليهم ومن ومن ومن، وكأنه ما فيها رب، وكأن ما في الزواج بركة. هذه البركة أيها الأخوة لن تكون في حدود الذين أكملوا دينهم اليوم، وإنما تكون هذه البركة ستشمل المجتمع كله، حتى أولئك الذين دفعوا الزكاة. اليوم عندما يشوفوا هذا المشاهد يدركوا حقيقة أن ما دفعوه هو يسير في الاتجاه الصحيح، وأن البركة أيضا ستعود عليهم. في الأخير نبارك لكم مرة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم بالمال، وأن يرزقكم بالذرية الصالحة، وهذا هو أهم شيء، أن يرزق الإنسان بالذرية الصالحة. ونشكر هيئة الزكاة، وكذلك نرحب بالضيوف الذين نحتفل بعرسهم اليوم. الأخ وكيل الهيئة، وكيل الهيئة العامة للزكاة الأستاذ علي أحمد السقاف، الأخ العميد الدكتور مدير دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع مهند محسن المتوكل، الإخوة في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، الأخ محافظ المحافظة، الأخ مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة، الأخوة مدراء ومشرفي ومنتسبي المكاتب التنفيذية والإشرافية بالمحافظة، الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أجمل ترحيب في هذا المهرجان العرائسي الجماعي الثالث الأكبر من نوعه على مستوى البلد والمنطقة، والذي كان نصيب محافظة ذمار 720 عريسا وعروس موزعين على الفئات التي تمثل مصارف الزكاة من الفقراء ومساكين وجرحى ومعاقين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم وفاقد البصر وغيرهم من المعسرين الذين تجاوزت أعمارهم 25 سنة. الزكاة اليوم صارت هي الركن الركين في مصارف فاتحة قد لنا الخير الكثير، تكفل الأيتام تسعد ذوي العسر الحزين، تنضم الأحراس إلى أجل المجاهد والفقير، يا رجال الخير كونوا مع الحصن الحصين، انتوا أدوا تنالوا السعادة والنعيم، طهروا أموالكم تسعدوا دنيا ودين.
تسيبونا حفلنا لا تسيبونا بالعطر قد رششناكم من دمر تستحقونا من دمر تستحقونا من دمر تستحقونا أحمد المصطفى وعلن بارك الخالق الهادي منحبنا بأفضالن منحبنا بأفضالن منحبنا بأفضالن يا بني عمي أرضكم لا تسيبونا يا هلي يا بني عمي أرضكم لا تسيبونا أرضكم لا تسيبونا الحمد لله على أفضاله وذكر المصطفى واله وهني الإخوة العرسان يهنى الشعب يهنى له الحمد لله على أفضاله وذكر المصطفى واله وهني الإخوة العرسان يهنى الشعب يهنى له أبنى بنط مننا يا أحباب وهاليكم مع الأصحاب أرسكم زينا الدنيا وانتو في من نطار في كل موجز ونشرح
وصله توجيه من سبط الأظهار الله يطول بعمره الله يطول بعمره كسر زواجه للعسار خفف تكاليف مهرات تحصين من كرب الأخطار من حربنا أهلنا بارك الله فرسكم يا للمساعي زان والحال انصرح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين أيها الإخوة الحاضرون جميعا بدءا بالعرسان الذين نحتفل اليوم بهذا الحفل الذي أقيم ابتهاجا لهم وبمناسبة عرسهم الجماعي الثالث وأيضا نرحب بكل الحاضرين جميعا نرحب بالجميع العرسان وكافة الحضور من الآباء العلماء والإخوة الوزراء وكافة المسؤولين وكافة الحاضرين ونتوجه بالمباركة والتهاني للإخوة العرسان بمناسبة عرسهم الميمون والمبارك إن شاء الله تعالى كما نتوجه بالإشادة والتقدير للإخوة العاملين في هيئة الزكاة الذين لهم الدور الكبير في إقامة هذا العرس الجماعي ولهم الجهود الكبيرة من أجل هذه الشعيرة المباركة في هذه المناسبة المباركة والطيبة نتحدث باختصار وتقديرا للظروف والمقام إن الدور الذي تقوم به هيئة الزكاة في كافة المجالات المتعلقة بالفقراء بالاهتمام الشامل بهم على مستوى الرعاية الصحية وعلى مستوى الإغاثة وعلى مستوى برامج التمكين الاقتصادي ذات الأهمية الكبيرة وعلى مستوى الاهتمام بهم والاهتمام بالغارمين والاهتمام بالمعسرين والاهتمام الشامل والمتنوع في إطار التعليمات الإلهية وفي حدود المصارف الشرعية هو دور عظيم ودور مهم ودور كبير نلمس ثماره في الواقع ودور مشرف لأنه يتجه وفقا لتعليمات الله سبحانه وتعالى ويرعى لأبناء شعبنا وأبناء أمتنا كرامتهم واعتبارهم ولا يتجه من منطلقات الاستغلال السلبي كما تفعله المنظمات التي تعمل بناء على أهداف سيئة واستغلالية وتمس بكرامة المجتمع وبأخلاقه وبقيمه أما الدور الذي تقوم به هيئة الزكاة فهو في إطار إحياء ركن من أركان الإسلام وفريضة من أعظم فرائض الله تبارك وتعالى فيها الخير للناس جميعا الخير بدءا للمزكين الذين هي تطهرة لنفوسهم وبركة ونماء لأموالهم ولها أثرها الإيجابي في أيضا إرساء مبدأ التكافل الاجتماعي وتعزيز الروابط بين أبناء المجتمع وإغاثة المحتاجين وإعانة الفقراء والمساكين فلها أهميتها الكبيرة من كل الجوانب وتمتد هذه الآثار والبركات إلى الاستقرار الاجتماعي والاستقرار الأمني وإلى الازدهار الاقتصادي لها آثارها الواسعة التي هي من مصاديق وشواهد حكمة الله سبحانه وتعالى فيما شرعه لعباده فهو شرع لهم ما فيه الخير لهم لأنه الغني عنهم
وعن طاعتهم، وإنما شرع ما شرع من أجل ما فيه الخير لهم هم، وما فيه الدفع لكثير مما يضر بهم. فها هنا نشهد أهمية هذه الفريضة التي أكد القرآن عليها كثيرا، إلى درجة أن يقترن الأمر بها في كثير من الآيات القرآنية مع الأمر بإقامة الصلاة، فيقول الله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويؤكد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في حديثه المشهور على هذا الاقتران وهذا التلازم بقوله: لا صلاة لمن لا زكاة له. من يبخل بالزكاة ولا يخرجها هو مفرط، ولا يقبل الله منه صلاته، ولا يقبل الله منه سائر أعماله. كل من يلزمه هذا الحق ثم يبخل به ولا يخرجه يعتبر مفرطا في دينه، ومقصرا تقصيرا عظيما، ويعتبر في واقع الحال منحرفا انحرافا كبيرا عن الالتزام بتعليمات الله سبحانه وتعالى وأداء فرائضه، إلى درجة أن يقول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: مانع الزكاة وآكل الربا حرباية في الدنيا والآخرة. لذلك تعتبر هذه المسألة مسألة مهمة جدا. وفي هذا المقام نؤكد على الإخوة من رجال المال والأعمال أن يهتموا بإيتاء الزكاة، أن يخرجوا هذه الفريضة. كل من يلزمهم هذا الحق من المسلمين عليهم أن يبادروا إلى إخراجه. إخراج هذا الحق وإيتاء الزكاة له آثاره الكبيرة وبركاته العظيمة ونتائجه الطيبة في النفوس وفي الواقع وفي الحياة، ويعزز الروابط الاجتماعية، ويحد من معاناة الفقراء والمساكين، ويعالج الكثير من المشاكل الحياتية تصلح به الحياة وتستقر به الحياة وتزدهر به الحياة، ويغني أبناء هذه الأمة عن الاحتياج إلى أعدائهم الذين إن قدموا شيئا قدموه باستغلال وبأهداف سيئة وبمآرب شيطانية، ثم يستغلونه لتعزيز نفوذهم فيما يضر بمجتمعنا. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الركن حلا لمشكلة كبيرة في الواقع الاجتماعي، وجعل عليه أيضا من الأجر والبركات ما فيه الخير العام وما يساهم في تحقيق السعادة لمجتمعنا المسلم. ولذلك من المهم العناية بأداء الزكاة وإخراجها. دور الهيئة دور مهم، لأنه ينظم صرف هذا الركن، صرف هذه الفريضة بشكل مفيد ونافع وإيجابي، وكذلك بشكل يعالج به الكثير من الإشكالات في الواقع من خلال برامج مدروسة ومنظمة. والهيئة تبذل جهدا كبيرا في ذلك، وأداؤها ناجح إلى حد كبير، وهذا ملموس في أرض الواقع. ومن كان له ملاحظات يمكن أو نصائح، أو يريد أن يقدم أو يساهم بشيء مما يدعم عمل هذه الهيئة فليقدمه إليها، بعيدا عن أسلوب الأعداء الذين يحاربون هذه الهيئة ويحاربون هذا الركن من أركان الإسلام، ويحاربون هذه الفريضة العظيمة لإدراكهم لأهميتها في واقع الحياة ولقيمتها الدينية والإنسانية والأخلاقية. أعداء الإسلام وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم ويتعاون معهم حاربوا فريضة الزكاة، حاربوها على مدى عقود من الزمن، وحاولوا أن يحرفوها عن مسارها، وحاولوا أن يفقدوا المجتمع قيمتها وأثرها ونتائجها، وحاولوا أيضا أن يحرموا المجتمع من بركاتها وما تمثله من صلة بالله سبحانه وتعالى، وسبب للرزق وسبب للخير وسبب للبركات، في ظل حربهم الشعواء على الإسلام والمسلمين. واليوم هناك فرصة كبيرة لإحياء هذا الركن العظيم في ظل السعي في ذلك من الجهات الرسمية والشعبية في إطار توجه شعبنا الإيماني الذي يجسد انتماءه الإيماني
وهويته الإيمانية التي عبر عنها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. تولي عفيفا يا طي ظهرا جوعا وترضى بالذي جد يا نعمة قرص النيف جئنا له يا خير ومن هذه المحطة الأخيرة التي ختم بها العرسان فرحتهم نكون قد وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا وتغطيتنا لهذا الأسبوع، وإلى أمل الملتقى في تغطيات قادمة من اليمن. تقبلوا مني أنا عبد الولي البخيتي خالص التحايا. دمتم في أمان الله.